بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالبر والصلة ونهانا عن العقوق وجعل حق المسلم على المسلم آكد الحقوق وجعل للجار حقا على جاره. أحمده سبحانه وتعالى أن سلك بنا مسلك الأبرار ودعانا إلى إحكام الصلة بالأهل والجوار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق المصدوق، نبي دعا ليلًا ونهارًا وبلغ رسالة ربه سرًا وجهارًا، فكان صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جارًا وأرجاهم لله وقارًا. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك والذي يعقد بهذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل، مسجد المراغي بحلوان، ويأتي هذا اللقاء ختاماً للأسبوع الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذه اللقاءات التي تجوب أرجاء مصر، داعية إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى، حاملة رسالة الإسلام التي تتسم بالوسطية والاعتدال من خلال أئمة وعلماء. هؤلاء العلماء منهجهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحضور الكرام، هذا اللقاء يحمل حق الجار، والله سبحانه وتعالى قد أوجب حقوقاً. هذه الحقوق أولها حق الله على عباده، ومن هذه الحقوق حق العباد على الله، ومن الحقوق أيضاً حق الوالدين على الأبناء وحق الأبناء على الوالدين، ومن هذه الحقوق هذا الحق الذي نحن بصدده الآن، حق الجار. يقول ربنا سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الحضور الكرام، إن من نعم الله علينا أن ألف بين قلوب المؤمنين، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لذلك حقوقا، ففرض سبحانه وتعالى على المؤمنين واجبات وحقوقاً لبعضهم البعض تصلح ذات بينهم وتجمع قلوبهم. ومن هذه الحقوق حق الجار الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يحاضرنا في هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من العلماء، معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومعنا فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة. يحضر معنا هذا اللقاء من علماء وأئمة وزارة الأوقاف الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بمديرية أوقاف القاهرة، الشيخ ربيع اللبيدي مسؤول المتابعة بمديرية أوقاف القاهرة،
الشيخ شعبان عبد الحليم توفيق مفتش المساجد بإدارة أوقاف حلوان، الشيخ حسام عبد السميع مفتش المساجد بإدارة أوقاف حلوان، والشيخ إبراهيم محمود عبد الجليل إمام مسجد المراغي بحلوان. الحضور الكرام، خير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك خير الكلام وأفضل الذكر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ السيد إبراهيم السيد بدوي. ربكم
ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد إبراهيم السيد بدوي في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ختاماً للأسبوع الثقافي والذي أقامته وزارة الأوقاف في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المراغي بحلوان. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان حق الجار. الحضور الكرام، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالحق سبحانه وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً إلى إيمانهم. لذلك نجد أن ديننا الحنيف قد حذر من إيذاء الجار، وجعل إيذاء الجار سبباً لنقصان الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الحضور الكرام، إن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء مثلما أمره بالاستزادة من العلم،
فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. والآن مع هذه الكلمة الطيبة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بالأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، كما أرحب بأخي الفاضل الإعلامي الكبير الأستاذ محمد جمعة كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، كما أرحب بزملائي وإخوتي السادة العلماء، كل واحد منهم باسمه وجميل رسمه، ويزداد ترحابي بالسادة الفضلاء عمار بيوت الله الإخوة الحاضرون من المصلين، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسنا ما تصنع وزارة الأوقاف في إقامة هذه المنتديات وتلك اللقاءات المتمثلة في الأسبوع الثقافي، والذي بدوره عم ربوع مصر في مساجدها الكبرى برعاية الأخ الزميل الفاضل معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسادة العلماء الذين تقوم على عاتقهم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وما أحسن هذا العنوان الذي يأتي لختام هذا الأسبوع الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة من بيت من بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كم أنا سعيد حيث ألتقي بصفوة من عباد الله تعلقت قلوبهم بمساجده فاستحقوا من الله مزيد عطاء
وجزيل الثواب، فكانوا ممن صدق فيهم قول النبي مبشرا صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا معلقا قلبه بالمساجد. إننا نعيش لحظات مباركة استمعنا فيها إلى آيات بينات، فكانت خير بداية لخير لقاء. ولقاؤنا اليوم يدور حول حق اعتنت به شريعتنا الغراء من خلال نصوصها قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، حيث القرآن الكريم الذي يبين للمسلمين أن حق الجار أمر قرره خالق العباد وربهم وخالقهم ومحاسبهم يوم الرجوع إليه، قرره مقرونا بأمره سبحانه وتعالى بمعرفة حقه عليهم وبمعرفة حقوق العباد عليهم. ولقد استمعنا إلى هذا المعنى من الأخ الكريم الذي يدير الحوار، وذكرتني كلماته بقول أسعد الخلق سيدنا محمد حينما قال للصحابي الجليل: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الصحابي الجليل: قلت الله ورسوله أعلم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم برهة، ثم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الصحابي: قلت يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبهم. فالحق قرر حق الجار في صريح آياته مقرونة بالأمر بعبادته، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجار أقرب إليك من قريب لك في النسب لكنه بعيد في الدار، لا جوار يجمعه بك، حتى ولو كان هذا القريب نسبا ابنا لك، أخا لك، بنتا لك، أختا لك،
ما دام الجوار لا يجمعك إياهم فجارك غير القريب أولى بك منهم وأولى بإحسانك إليه منهم، لأنك إن مرضت كان أول من يطرق الباب ليساعد المقيمين معك في إسعافك والذهاب بك إلى الطبيب وإعادتك ومعاودة الزيارة، فيؤنسك ويمنحك أملا في الحياة. وإذا حل بك فرح كان أول المشاركين، وإذا احتجت إلى من يقرضك كان هو الأولى من غيره، إلى غير ذلك من هذه المعاني التي افتقدها المجتمع بسبب ما وقع من الخلل في معرفة حق الجار. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي طبق القرآن تطبيقا عمليا وربى أصحابه تربية صحيحة لينتظم أفراد المجتمع في سلك واحد فيمثلون قوة حقيقية في التكافل، في التعاون، في الألفة، في التعارف، في التراحم. يقول في الحديث: ما زال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. غلب على ظن النبي أن أمين الوحي جبريل في مزيد وصيته بالجار أنه سيجعل له حظا في ميراث ما تترك من التركة، حتى ظننت أنه سيورثه. بالله عليكم، هل نحن الآن في عصر الماديات نعي حق الجار؟ هل نتضامن مع الجيران؟ هل نحافظ على حرمتهم وحرماتهم؟ هل نتفقد أحوالهم؟ فقد يكون فيما بينهم مريض يحتاج علاجا ولا يملك ثمن الدواء، وقد يكون من بينهم عاري ولا يجد ثمن ما يكتسى به، إلى غير ذلك من هذه الحقوق. لكن الطابع الذي غلب علينا والسلبية التي عمت ورسخت في القلوب ما دامت الأبواب مغلقة، أنا مالي يموت جوع، يأكله المرض، أنا مالي. وبعد أن يفرغ من مائدته وطعامه قد يلقي في سلة القمامة ما يكفي هذا الجار يوما أو يومين إن فتش عن حاله. أين نحن من هدي النبي العربي محمد الذي يقول للصحابي الجليل: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، عارفين المرق؟ ها،
اللي بتتحط فيه اللحمة والمية تغلي والسلي بتاع اللحمة يعمل لنا مرق شوربة. إذا طبخت مرقة فأكسر ماءها ثم تعهد بها جيرانك، فتش ونقب وابحث، فمن بين الجيران من لا يجد طعام الغداء فينام طاوية، ومنهم من لا يجد طعام العشاء فينام طاوية. هل ترضى لنفسك أن تموت من التخمة وجارك يموت من الجوع والعطش؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من الإيمان؟ وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر بالقسم، والنبي إذا أقسم على شيء فليعلم المسلم أن المقسم عليه أشد خطرا. وأي قسم؟ إنه قسم ارتبط بنفي الإيمان، سواء أقلنا المقصود بالنفي هنا إنما النفي المسلط على كمال الإيمان، مش هننفي أصل الإيمان. طب ومن منا؟ من منا لا يحتاج إلى التمام والكمال حتى ينجو؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث مرات يقسم حبيبكم صلى الله عليه وسلم قارنا قسمه بنفي الإيمان. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، الأذى الذي يستشعره الجار منك احذره، سواء من ذاتك أو من زوجك أو من صغارك أو من كبارك من أولادك الكبار، إلا أذية الجار. كانت امرأة صوامة قوامة تصوم النهار وتقوم الليل، فذهب ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه حالتها وحالها، فقال له يا رسول الله إن أمي صوامة قوامة غير أنها تؤذي جيرانها، تؤذي جيرانها، أنفعها الصوم؟ كلا. أنفعتها الصلاة وقيام الليل؟ كلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. أيتها المسلمة احذري أن تؤذي جارتك في مال أو عرض أو تنصت أو أن تلقمي أذنك بابها لتسمعي أخبارها، فإن في صنيعك ذلك تتبعا لأخبار الناس، وهذا أمر نهى عنه الشرع. يا معشر من آمن بلسانه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ما أحوجنا أيها المسلمون، وكلكم يعي ما أقول وعندكم المزيد، ما أحوجنا أن نتعلم من هدي الإسلام
ومن هدي رسول الإسلام ما يحفظ حق الجار، فما أكثر حقوق الجار، فمتى وفى بها المسلم كان مؤمنا إيمانا يوصله إلى النجاة والفوز بجنات النعيم، ومتى قصر فيها المسلم استحق فيها الوعيد الذي جاء على لسان أصدق الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الأدب مع الله، والأدب مع سيدنا رسول الله، والأدب مع خلق الله، وأن يحققنا بالإيمان فنعرف حق الجار علينا، حتى نضمن لهذا المجتمع الأمن والسلام النفسي والمجتمعي، فيعم الرخاء وتحل البركة وتزداد القلوب طمأنينة بعد طمأنينة. شكرا لكم على سعة صدوركم وحسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وهكذا الحضور الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ضمن فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، ختاماً للأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المراغي بحلوان. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان حق الجار. إن من حق الجار على جاره أن يتألم لألمه، وأن يحزن لحزنه، وأن يفرح لفرحه. إن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان بصفة عامة، ومن هذه العلاقة علاقة الجوار، إذا قام بها كل إنسان خير قيام، فإن ذلك مما يجعل المجتمع مجتمعاً متماسكاً مترابطاً، مجتمع يألف بعضه بعضاً. إن ديننا هو دين الأخلاق ودين التعامل، وما سلك هذا الدين طريقه إلى القلوب إلا من خلال أخلاق المسلمين بتعاملاتهم. لذلك نجد أن من عظمة هذا الدين أن الجار إذا قام بحق جاره عليه فإن قيمة بيته الذي يسكنه يعلو، وإذا كان الجار مؤذياً لجاره غير مراع لحقوقه فإن ذلك مما يرخص ثمن البيت الذي يسكن فيه. لذلك كما قالوا: الجار قبل الدار. وتعلمنا من علمائنا ومشايخنا أن زوجة فرعون قال عنها العلماء أنها اختارت الجار قبل الدار، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي باسمه يفتح كل باب ويستفتح كل كتاب. ما دعاه عبد مؤمن بصدق أبدا وخاب. كلم موسى على جبل الطور كلاما بلطف ثم ألهمه الجواب. ورد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحاب.
وأرسل أحمد رحمة وأعتق في شفاعته الرقاب. فلك الحمد ربنا على ما أنعمت به علينا من نعم وضاعفت الثواب. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. نسألك يا من علمت آدم الأسماء كلها أن تعلمنا، ونسألك يا من فهمت سليمان ولقمان الحكمة أن تفهمنا، ونسألك يا من أدبت عبدك ونبيك ومصطفاك محمد أن تخلقنا بأخلاق الأنبياء والأولياء والصالحين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده، وبعد، فإني أجد نفسي أتوارى حياء وخجلا وأنا أجلس بين يدي علم من أعلام الأزهر الشريف، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، من الشموس الصواطع في سماء الأزهر الشريف، ومن الدرر اللوامع في سماء مجد الأزهر المنيف. وأعود بالذكر أيضاً وبالشكر بعد الله عز وجل إلى من كان سبباً في انعقاد مثل هذه اللقاءات الدعوية التي تغذي العقول وتغذي الأرواح، سعادة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل من ساهم في إقامة مثل هذه الملتقيات والأسابيع الدعوية أن يكتب لهم الأجر، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، اللهم آمين. وأبدأ من حيث انتهى أستاذنا عن الكلام عن حقوق الجيران. وإذا كان الله عز وجل قد أكد على الإحسان إلى الجار المجاور لك في البيت، في الدار، وفي العمل، وفي وسائل المواصلات، الجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، إذا كان الله عز وجل قد أكد على الإحسان إلى هؤلاء، فما بالنا بالملائكة الحفظة والكتبة؟ أليسوا جيران لنا؟ الملائكة الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني في حفظة وفيه كتبة. أليس هؤلاء الملائكة من الحفظة والكتبة من الجيران؟ يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: إذا كان الله عز وجل أكد على الإحسان إلى الجار المجاور لك في المسكن وفي العمل وفي الطريق وفي سائر أمور دينك ودنياك، أوصاك الله عز وجل بالإحسان إليه، فما أحوجك إلى أن تحسن إلى جيرانك من الملائكة. طب أحسن إليهم إزاي؟ الملائكة، كيف نحسن إلى ملائكة الله عز وجل الحفظة الكتبة؟ ألا نبارز الله عز وجل بالمعاصي والذنوب. وأنت ستتعامل مع الخلق بإحسان إذا تعاملت مع الخالق أولاً بإحسان. أحسن إلى الجار من بني آدم بعدما أحسن إلى جوار الله عز وجل. ولذلك الإنسان بعدما ينتقل إلى الرفيق الأعلى يقال انتقل إلى جوار ربه، انتقل إلى، طب ما هو في الدنيا كان في جوار من؟ كان في جوار البشر، كان في جوار الملائكة. ولذلك قال الشاعر: بك أستجير ومن يجير سواك، فرحا ضعيفا يحتمي بحماك، أتردني وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، أتردني وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، وتركت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فإذا استشعرت بإحسانك إلى الله ومع الله ومع الكتبة ومع الحفظة، ستتعامل مع البشرية من حولك بأخلاق نورانية.
وبأخلاق علوية، لأنك استشعرت جوار الله ابتداء، ثم بعد ذلك استشعرت أن المنعم الذي أنعم عليك والمحسن الذي أحسن إليك، وأحسن إليك في الدنيا وأحسن إليك قبل أن تأتي إلى الدنيا، ساعة أن تتشرب هذا المعنى ستكون عبدا نورانيا. يشير الناس إليك بالأخلاق الفاضلة ويصفونك بأجمل الأوصاف، لأنك مصدر نفع، لا يرون منك أذى، لا يرون منك استطالة ولا استعلاء. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، لنا في سيدنا رسول الله أسوة حسنة، النبي الجار. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع جيرانه؟ كيف كان يتعامل مع جيرانه صلى الله عليه وسلم؟ كان يتعاهدهم بالسؤال. ولذلك من هنا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حق الجار أن تستر عورته إذا انكشفت، أنت استشعرت أنه منك ومسؤول أنت عنه، تستر عورته إذا انكشفت العورة، وأن تغض بصرك عن سوآته. كما ذكر أستاذنا، من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. فأنت كن حرياً. ألا تذكرون عنترة ابن شداد في العصر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إذا ما بدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. هذا عنترة في العصر الجاهلي كان يتسم بالمروءة والشهامة والنبل والشجاعة. وأغض طرفي إذا ما بدت جارتي، أول ما جارته أو ابنة جارته جاره أو زوجة جاره، أي امرأة من جيرانه إذا بدت أغض الطرف، يحط عينه في الأرض، يحول وجهه الناحية الأخرى لأنه يعتبره عرضه. انظروا إلى عنترة الذي يتكلم عن المروءة في عصر ما قبل الإسلام. فجاء سيدنا رسول الله وزاد هذا المعنى جمالا، وزاد هذا الحق إيمانا، بل جعلت الشريعة الإسلامية الإحسان إلى الجار والمحافظة على الجار من علامات كمال الإيمان. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبي شريح العدوي، يقول: سمعت أذناي وأبصرت عيناي رسول الله وهو يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي ينفي عنه النبي معنى الإيمان؟ ما الجرم الذي ارتكبه هذا الذي يتكلم عنه سيدنا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي الذي يحذر الناس شروره وآثامه وذنوبه، أصبح مصدر إزعاج للناس. هذا الذي بهذا الوصف ليس بمؤمن، الذي يرعب جيرانه، الذي يهددهم باليد وباللسان وبالاستهزاء وبالسخرية، والذي يضيق عليهم الطرقات ويضيق عليهم في أسباب المعيشة مما يؤدي إلى أن يهجروا المكان بسببه، ليس من الإيمان في شيء، بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن ثلاث مرات، ليس بمؤمن ثلاث مرات، من لا يأمن جاره بوائقه. فاحذر أن تكون مصدر أذى لجيرانك، بل كن مفتاح خير، كن ثمرة نافعة لهم. من حق الجار عليك أن تهنئه في السراء وأن تواسيه في الضراء. من حق الجار عليك أن تبصره بما لا يعلم في أمور دينه ودنياه. من حق الجار عليك ألا تستطل عليه بالبناء لتحجب عنه الريح إلا بإذنه. من حق الجار على الجار ألا تؤذيه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. من حق الجار إذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فادخل بها سرا. انظروا إلى مراعاة مشاعر الجار
قد يكون جارك فقير وأنت متوسط الدخل، إذا اشتريت فاكهة فاهد له منها، فإن لم تفعل فادخل بها سرا ولا تجعل ولدك يخرج بها ليغيظ ولده. صلوا على من علمنا هذا الأدب صلى الله عليه وسلم. من يراعي مشاعر الآخرين، أكثر ناس تراعي مشاعرهم هم جيرانك، شهادتهم عليك موثقة عند الناس وعند الله. إذا أردت أن تعرف قيمة وقدر إنسان فاسأل عنه جيرانه، لا تسأل عنه أقرباؤه، اسأل عنه جيرانه الذين يعايشونه بالليل والنهار طوال العمر. ومن هنا أيها الأحبة الكرام، أمرنا ديننا وأمرتنا شريعتنا أن نحافظ على الجار، تحافظ عليه وعلى كيانه. يقول سيدنا أبو محمد سيدي عبد الله بن أبي جمرة: إن حفظ الجوار من علامات كمال الإيمان. كل واحد يبص كده وينظر إلى حاله مع جيرانه، هل هو مصدر نفع لهم؟ هل هو مصدر خير لهم؟ هل يمد يد المعونة إليهم؟ يد المعونة الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، هل أنت ممن يمنعون الماعون عن الجيران؟ يمنعون المساعدة؟ يمنعون مد يد الخير والعون لهم؟ أم أنت مصدر إزعاج ومصدر خطر ومصدر ضوضاء، وبسببك الجيران قد يعزلون ويهجرون المكان؟ ورد أن أحد الأمراء والشعراء في عصر هارون الرشيد في عصر الدولة العباسية كان مشهودا له بالكرامة، بالكرم والشجاعة والمروءة والنبل إلى آخر الأخلاق الفاضلة، فإلى جواره رجل ضاقت عليه الدنيا وتراكمت عليه الديون، فأراد هذا الرجل أن يبيع داره ليسدد ما عليه من ديون، فأخذ يعرض الدار للبيع، هي لا تساوي إلا 1000 دينار، فعندما يأتي كل مشتري ليشتري منه يقول: هي 5000 دينار، هي لا تساوي إلا 1000 دينار، يقول: أعلم ذلك، هي لا تساوي إلا 1000 دينار، ولكن سأبيعها 5000 دينار. لماذا؟ قال: الدار لا تساوي إلا 1000، ولكن جوار هذا أبي دلف الأمير والشاعر والنبيل وصاحب المروءة جواره يساوي 4000. فالكلام وصل لمين؟ إلى هذا الجار الذي يضرب به المثل في الفضل والنبل والشهامة، يبيع هذا الجوار 4000 دينار. فلما سمع بذلك قال تعالى: ولا تبع دارك ودينك علي سداده. أصبح مصدر فخر الجار، يتباهى أن هذا جار له. وعلى المقابل وعلى العكس، هناك بعض الجيران يكونون سببا في أن ينفروا الناس من حولهم. روي أيضا أن رجلا باع داره بثمن بخس، بأقل من سعرها الحقيقي، فسألوه: لماذا تبيعها بهذا الرخص؟ ولماذا تزهد في هذا الثمن؟ فقال: يعيرونني أن بعت بالرخص داري، يعيرونني أن بعت بالرخص منزلي. هم بيعيروه على أنه باعها رخيصة وبثمن بخس، فوما علموا أن جارا هناك ينغصه. هم مش عارفين أنا ببيعها ليه، ده في جار منغص علي حياتي بالليل والنهار، أولادي لا يشعرون بالأمان، زوجتي لا تشعر بالأمان، كلما دخلت أو خرجت لا أشعر بالأمان. يعيرونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، بالجيران تغلو الدار وترخص الدار. وفي النهاية أقول لك: واعمل لدار غد رضوان خازنها الجار أحمد. يا من تسعى إلى الجوار المنير، الجار أحمد والرحمن ناشيها.
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واقبلنا ولا تطردنا، وكلنا ولا تكن علينا، وخذل عنا ولا تخذلنا، واجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا، وسلما وسلاما، وسخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين والعالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة على هذه الكلمة الطيبة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. لن تقوم الحياة إلا أن يشعر الإنسان بأخيه الإنسان، وأن يحس الإنسان بأخيه الإنسان، وأن يكون سنداً وعوناً له. الحضور الكرام، والآن مع الابتهالات والأدعية الدينية والتي نستمع إليها من الشيخ كمال عيد محمد جاد. سيدي يا رسول الله،
وبالصبط الحسين وبالصبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين وزينب وزينب من لها فضل سمي سلالة أحمد في الطيبين. النبي صلوا عليه، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية والتي قدمها المبتهل الشيخ كمال عيد محمد جاد أبو عرب، نصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء الثقافي الدعوي والذي عقد من هنا من مسجد المراغي بحلوان. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك والذي أتى تحت عنوان حق الجار، نتوجه بالشكر إلى فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، ونتوجه بالشكر إلى القارئ الشيخ السيد إبراهيم السيد بدوي وإلى المبتهل الشيخ كمال عيد محمد جاد أبو عرب، ونتوجه بالشكر إلى علماء وأئمة وزارة الأوقاف وإلى القائمين على أمر هذا البيت من بيوت الله وإلى الحضور الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء القائمين على مثل هذه اللقاءات وأن يجعله في ميزان حسناتهم. في الختام هذه تحيات محمد جمعة من إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.